النبي عليه الصلاة والسلام حث الشباب على الزواج والنكاح، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والزواج يا أخواننا هو نص الدين. النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحح الألباني قال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. يعني الإنسان إذا تزوج، كان رجل هو أو امرأة، إذا تزوج الواحد منهم كمل نصف دين الإسلام، باقي له النص الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليتق الله فيما بقي. وده من أعظم الفضائل للزواج في الإسلام. كان الزواج في الإسلام نصف الدين كله، نصف الدين. والمفترض الشاب أو الشابة لما يسمع هذا الحديث وأمثاله يسارع إلى الزواج، لأن الزواج هو نصف الدين كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام هذب الزواج، لأن الزواج أصلا كان موجود في الجاهلية قبل الإسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري: وكان الزواج أربعة أنواع، أربع أنواع. قالت: نوع منها مثل زواجنا اليوم، هو حق الإسلام ده، أقره النبي عليه الصلاة والسلام وهذبه. وفي أنواع تانية باقي الأربع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل الذي يريد الزواج، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني تزوجوا لكن بشرطين. إذا جاء الرجل يتقدم لبنتك لابد تعاين فيه حاجتين اثنين: الحاجة الأولى أن ترضى دينه، والحاجة الثانية أن ترضى خلقه. مع أن الخلق اللي هي الأخلاق الحسنة هي من الدين في النهاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق الحسنة من الدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأفرد الخلق بعدما أجمله داخل الدين، لأن الخلق من الدين. ليه أفرد الخلق تاني؟ لأنه قد تلقى رجل يتقدم لبنتك يكون حافظ القرآن، حافظ كتاب الله كامل، وزول صلاه بيصلي في الجامع الصبح حاضر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد تلقاه عليه سمات السنة، لكن يكون ما عنده أخلاق. يا جماعة، البيت يشتم عليك ويسب عليها لأبوها ويكفتها ويلعنها ويلعن والدينا ويهينا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وفي قوله من ترضون دينه، هنا نقف وقفة مهمة يا جماعة. والدين، دين الإسلام، أمر كبير وعريض، لكن أساس الدين اللي أنت تركز فيه على الرجل اللي بتقدم لبنتك، أساس الدين وأساس الإسلام وأصل الإيمان العقيدة الصحيحة. يعني رجل جاي يتقدم لك قال باب داير بنتك، ما تدي بنتك لحد ما تتأكد من عقيدته، إنه عقيدته تكون صحيحة في رب العالمين. أول حاجة يا جماعة، إيمانه ده يكون صحيح، ما يكون عقيدته في غير الله، بنادي الشيوخ، بنادي الفكاهة، بنادي الميتين، بيستغيث بغير الله، بيشرك بالله عز وجل، ده ما بيجوز تدي بنتك أصلا، ما بيجوز. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار،
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. شفت كيف؟ فالرجل يكون رجل مشرك يعتقد في ميت أو يعتقد في غير ربنا، ده والله ما بيجوز تدي بيتك ولو مش عنده أرصدة في البنوك، لو البنوك ذا تحدثوا ما بيجوز تدي بيتك يا جماعة، لا يجوز. ودي أول مسألة يجب على الدعاة وعلى أي إنسان عرف شيئا من الإسلام إنه ينبه عليها الناس. الناس الليلة يقول لك فلان ده والله بيشرب خمرة ما تدي بيتك، صحيح، لكن أخطر من الخمرة وأخطر من الزنا وأخطر من المخدرات والبنجو الشرك بالله، أخطر جريمة على الإطلاق الإشراك بالله، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، دي الله ما بيغفر الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ربنا قال كده يا جماعة، فده أول حاجة ما تدي بيتك. والشرك ده في ناس بيعتقد إنه الشرك ده حيوان أو كائن خرافي عيونه حمر وعنده قرون وخشم مطلع نار، لا لا لا، الشرك ده موجود. الله قال كده، ما كلامنا نحن، ده كلام الله في القرآن. ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني الشرك قد يأتي بعد الإيمان، لأن الله قال وما يؤمن، أول حاجة يؤمن أكثرهم بالله كمان بعد ذلك إلا وهم مشركون، فالشرك يأتي بعد الإيمان بالله، لسان يحذر. وإلا إبراهيم عليه السلام، الناس اللي بيقول لك يا مولانا أنتوا قاعد تتكلموا وبيشوتوا الكورة في الأوت بر الملعب بر الجون، لا أنت اللي بيشوت بر الجون، يقول لك يا مولانا ما بيشرك، أنتوا بتتكلموا ساي. الله قال في بنص الآية الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في قال ولا تقوم الساعة، يعني يوم القيامة، حتى يلحق حي من أمتي، ما قال من اليهود والنصارى، حتى يلحق حي من وين؟ من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. والأوثان جمع وثن، ومن الأوثان القبور والقبب. منو قال كده يا مولانا؟ الرسول قال، معلش دي وجبة قبل الغداء، جماعة دل جاب لكم وجبة وأنا برضو عندي لكم وجبة صريفة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام مالك في الموطأ، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أيوة، يعني القبر إذا عبد من دون الله يسمى وثن، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لك كم قبر بعبده؟ كم بص؟ كم حافلة كاتبين فوق يا سابغيا يا بيعمها في سماها يا منو العلفون الأسرع من التلفون؟ وأنا ما أقدر أذكر لكم أسماء، لكن الموضوع واضح. يا ناس فلان، عرفته؟ يا الهمام ويا دب القدام وعاين ورا ونادي بشرق وغيره. حتى النسوان بقن في العرس الزيدة بغنن يا بشرة إن شاء الله راجل مرة، صحيح ولا ما صحيح؟ شرك وخيابة في العرس، وحرام برضو وشرك بالله عز وجل. فالأمة لو ما تابت والله من الشرك ده، والله لا بيكون في رزق، لا بيكون في بنزين، أنا بكلمك عديل، لا بيكون في جازولين لا غيره. الرسول قال كده يا جماعة، إذا كان الشرك سود الحجر الأسود، الحجر الأسود الواحد في الكعبة ده قالوا كان أسود، ده كان أبيض من اللبن ذاته وأبيض من التلج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، وفي رواية أشد بياضا من الثلج، سودته خطايا أهل الشرك. الشرك سود حجر جاء من الجنة كان أبيض من اللبن والثلج، الحجر الأسود اللي بيشوفوه الليل وبيتغبلوه، ما يسود الدنيا كيف الشرك؟ الشرك وعبادة القبور، ما يغلن البنزين كيف؟ ما يعدي من الجازولين كيف؟ العيش ما يبقى بعد شوية، العيش ممكن مش بجنيه، ممكن العيش ده يبقى ب 800 جنيه طالما في قبور تعبد يا ناس. بدل ما ناس، أنا مشيت، أنا قدامك ده مشيت محكمة هنا جنوب الخرطوم، ما أقدر أسمي بس جنوب الخرطوم، غرية بر الخرطوم من الأغاليم، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه،
القضية كده موضوع معين. يا جماعة طالعين من جوا القاضي الجلسة اللي قبل قبلينا معاهم العمدة بتاع المنطقة، قال لي يا شيخ أنت عاد عرفني، قال لي الحاصل أوريك الحاصل، قال لي يا جماعة ديل مشاكلين في واقع، والقاضي جاب المصحف دار يحلفهم بالله بالله خلاص. قال المحامي بتاع الجماعة ده قال لي يا سعادة القاضي لا، الجماعة ده ممكن يحلفوا بالله وكذابين عادي، وعندهم مسك ولقى المصحف ده أجخبه جخبه بس انتهي منه. قال لي فالحين يا سعادة القاضي الجماعة دي اللي يحلفوا في قبة الفقير ود الطيب ود الطيب في آخر أربعاء من كل شهر هناك ما بيكطبوا، عندما الفقير ود الطيب أعظم من الله سبحانه وتعالى، أعظم من الله الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. ده واقع الليلة، والله الواقع ده لو ما صلح يوم نمشي في سوق في رزقنا. شفت الأكل المجنن الناس الليلة، الأكل ده يتعدل. الله قال في القرآن، ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يا جماعة القرآن ده ربنا نزله عشان نتدبره، ما عشان نختمه كله 30 يوم بعد الصبح في الجامع وناكل زلابية بشاي اللبن ونترع ونمشي البيت، لا، الله نزله عشان نفهمه ونتدبره. الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأكل رزق رغد ووسعة في العيش من كل مكان. دين ناس قريش، ناس مكة قبل الإسلام، أها حصل شنو؟ قال فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله. قال بعض المفسرين بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد كفروا بتب. ربنا قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوف قبيل كانوا كيف؟ كانت آمنة مطمئنة مطمئنين. ربنا قال لباس الجوع والخوف، الخوف مكان الاطمئنان. يأتيها رزقها رغدا كمحلها لباس الجوع، الجوع مكان الرزق الرغد. ربنا بدلهم بعد الحالة الرغدة الرخية والرزق الواسع الذي يأتيهم من كل مكان، بدلهم فأذاقها الله لباس الجوع وده الحاصل الليلة، والخوف وده الحاصل الليلة. اليهود كم؟ اليهود في العالم كم؟ ملايين بسيطة قدر أصابع اليدين الاثنين بساط. المسلمين كم؟ اليهود الصحيح المسلمين كم؟ فوق 1,500,000,000 مسلم. وينهم؟ وينهم؟ خايفين ولا ما خايفين من اليهود؟ خايفين. ليه؟ لأنه قال كفرت بأنعم الله. يا أخي ناس ربنا رزقهم، واحد ربنا رزقه ولد ما أمرته ما كان بتلد 10 سنة، بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين يشيل خروف يمشي يطبحه في القبة في القبر. قالت ده يا أخي ده لو بدي ما كان مات، لو بينفع ما كان مات، لو بضر كان دفع الضر عن نفسه أو ضرك أنت دم مات. عشان كده ربنا قال والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ما عندهم حاجة، ما في ولا فكي ولا ما عنده أي حاجة. لا لا لا، المرأة عرس زي ده يعرس، الجماعة بيجوك بعد أسبوع بس مستعجلين ذاته على شنو ما عارف. أها عرس ما بقيته 3؟ لا. يجي بعد الشهر بقيته 3؟ لا. بعد 6 شهور يطاردوا مطاردة. ليه؟ يجي النسوان الحلة للمرأة إذا تم السنة ما حملت ولا ولدت، يقول لا عندنا والله فكي فكي بيولد الطوال، متخصص نسوة وتوليد، يسوقنا يودنا للفكي المجرم، ولع بخور وما بيطلع في الشمس وضارب وشربة حمام وقاعد جوا. يا ناس شركوا خيابة، يا أخي أدنا بدي الله ما الفكي. ربنا عز وجل قال لله ملك السماوات والأرض، ونتمنى النسوان يسمع عن الكلام ده، نسوان القعدات ورا، أدنا بدي الله ما في فكي بدي ولا شيخ طريقة. أنا عارف الكلام ده بيعجب المؤمنين، لكن في ناس ما بيعجبهم بطريقتك. ده كلام الله يا أخي. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما.
الوصية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجل الدار يتزوج بنت يختار كيف؟ قال الأولاد بيختاروا، الواحد يكون مغترب مثلا ويرسل له ولا الفيديو بتاع الحفلة يشوف أكثر واحدة رقاصة يقول بس دي يعرسها ثلاثة يوم عرفتها ووشها يبدأ زي الركبة ويتشاكلوا ويتنابزوا ويتطالبوا الموضوع انتهى. ليه؟ لأنه البيت ده ما أسس على تقوى من الله ورضوان، أسس على شفا جرف انهار فانهار بهما والأمر انتهى. كيف نختار؟ كيف تختار المرأة؟ كيف تختار البنت؟ كيف؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البشر في الواطدين في اختيارهم للنسوان كزوجات أربع أصناف من البشر. ده معنى الحديث كده كما قال ابن حجر، أربع أصناف من البشر. قال تنكح المرأة لأربع، لجمالها. واحد داير الجمال بس، إن شاء الله ما بتصلي بس الجمال، إن شاء الله بيسب الدين بس الجمال، أخلاقها زي الزبد ما في مشكلة أقول لك بتصلح بنصلحها بس الجمال. قال لجمالها، ده صنف من الناس. في صنف ثاني قال ولمالها. واحد يقول لك والله يا مولانا لو لقيت لي مرة كده عندها عمارتين، أنت تعرس العمارتين ولا المرة؟ يقول لك لقيت لي مرة عندها عمارتين ناصية وعربية، أنت عارف دي بعدين ممكن تجي تديك شلوت في خشمك. تقول لك أنا ما لقيتك بعد الرقيق مقطع انت كنت بتساوي شو ذاته؟ احتمال واحدة صالحات صحيح وعندهم قروض صالحات، لكن ده القليلات صراحه، قليلات جدا جدا جدا. الاغلب كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوجوا النساء لاجل مالهن فعسى مالهن ان يطغيهن، بخليها تطغى وتتكبر عليك. ولا تزوجوهن لجمالهن فعسى جمالهن ان يزول، ولكن تزوجوهن لدينهن، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. ده الدين كده، عشان كده قال ولجمالها ولحسبها. واحد عنده هوس بتاع الحسب بس بدون دين. الرابع، الصنف الرابع والأخير قال ولدينها. مدح يا توفي الأربعة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني انت الربحان. سبحان الله، الزول اللي بيقصد الدين وما يختار المرأة في المقام الأول والأساس إلا للدين، ربنا بيجمع له خيرات الآخرة في المرأة وخيرات الدنيا كلها في المرأة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك شيئا لله أبدله الله أو عوضه الله خيرا منه. وده والله مجرب وما بنحتاج، ما بنحتاج لتجربة، لأنه دي نصوص من صميم الإيمان أن نؤمن بها قاطعة إيمانا قاطعا كاملا. النبي قال لك فاظفر بذات الدين، وفي قوله فاظفر يعني مجرد ما لقيت واحدة عندها دين أصبر، يعني سريع أصبر بها سريع ويتزوجها سريع. ليه؟ لأن والله الدين في الزمن ده في النساء قليل جدا جدا، كما أنه في الرجال برضو قليل قليل. فكذا ربنا سبحانه وتعالى قال إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. هذه الكلمة دار أقدمها للناس، جزاكم الله خير، ودي مشاركة بسيطة مع ولدنا وأخونا العريس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.